يمكن امبارح اللقطه اللي خطفت الانظار واللي كان ليها رد فعل واسع كبير جدا على السوشيال ميديا وانتشرت بشكل كبير هي لحظه مؤثره ظهرت خلالها والده الناشئ الاسماعيلي بشار اشرف وهي في حاله من الحزن وصدمه لحظه سقوط ابنها داخل الملعب وتدخل الجهاز الطبي لمعالجته قبل ان يغادر المباراه باكيا من اصابه قويه جدا في القدم. اللاعب صاحب ال 17 سنه تعرض لاصطدام قوي باحد مدافعي البلديه يتعرض كده لكدمه قويه بالركبه، لكنه عاد للملعب مره اخرى بعد خروجه بلحظات طبعا رافضا اجراء التغيير، خاصه الى ان كان متبقي 4 دقائق فقط في عمر اللقاء.